لم يقنعهم الكلام بأن لا جلسة نيابية عامة، فهم يخشون من تمرير الصفقات على ما يقولون. بكروا في استعداداتهم أمام مقر المؤسسة في مارمخايل، عدة الشغل جاهزة من إطارات وأخشاب ومازوت، والهدف التأكيد أن للمياومين حقوقا يريدونها، وأن خشية كبيرة لديهم من إمكان قيام البرلمان بتعديل الحل الذي اتفق عليه الصيف الماضي لتسوية أوضاعهم. ما هي لحظات إلا وأشعل الإطارات عند المدخل الغربي للمؤسسة مانعين الدخول والخروج إليها. من بعد الخلل اللي عم يعملوه معنا ما رح نرضى إلا بالقانون اللي علقان بهيئة مكتب المجلس، وغير هيك بس يصدر قانون غيره نحن بنوعد كهرباء لبنان بكل لبنان وشركات مقدمي الخدمات ما رح فيهم يشتغلوا على كل الأراضي اللبنانية. لم يتأخروا كثيرا للجوء إلى التصعيد، تجمهروا على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين بيروت والشمال وقطعوا السير لنصف ساعة. الاعتصام الماضي اللي ضلوا 90 يوم اللي فك الاعتصام واللي خلى الوزير بعده وزير هن هول اللي عم بقولن عم بحركونا، هن اللي ضغطوا علينا وهن اللي خلونا نوقف. نحن مش طرش، نحن بشر ونحن جماعة متعلمين وما حدا بيحركنا، نحن المنحرك الشارع وما في حدا بيحركنا. بالرغم من نفيهم أي بعد سياسي لتحركهم إلا أن ثمة من يسأل هل هو انعكاس الصراع بين الرئيس بري والعماد عون يتفجر في الشارع أم هو فقط مطلب معيشي بحت؟ القصة لم تنتهي هنا، إلى موعد آخر مع الجلسة النيابية المقبلة بعد أسبوعين.